هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. غيريرو، أوتافيو، برناردو سيلفا، انصيري يلعب كرة على اليسار. غير معقول كمية حالات التسلل في هذه اللقطة، أيضا تسلل آخر. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. غيريرو، حذر كبير من الفريقين، نقدر نقول انه احترام زائد عن الحاجة، كل طرف يرفض ان يغامر حتى لا يعرض فريقه للخطر. والان لبوفال، برونو فرنانديز، ديوغو كوستا يشتت الكرة. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا، يبحث عن المهاجم، لمسة على اليسار، برونو فرنانديز. ما الذي حدث هنا؟ برناردو سيلفا. المغرب يحاول مدرب ان يخلق فرص اكبر هنا من خلال استغلال اجنحة، اكيد راح تكون مشكلة كبيرة للدفاع المنافس، لانه عادة الجناحين يكون عندهم السرعة والمساحة للانطلاقات بعكس المدافعين اللي تكون سرعتهم اقل ويعتمدون اكثر على التمركز. او ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، كرة اخرى تضيع، اي سوء حظ يلازمهم اليوم. أوناحي لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. مرت الكرة بشكل جميل. بوفال، أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. جواو كانسيلو، يلعب كرة على اليسار، كان واضح انه عازم على الاستمرار في يعلن حكم المباراة الى نهاية الشوط الاول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. المغرب تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، قراءة ممتازة للكرة.
الكرة، توقع ممتاز هنا، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. استعادة سريعة للكرة، يحاول يسدد حكيم زياش، كرة في الشباك. هجمة مرتدة رائعة بمجرد الحصول على الكرة، تيك تاك، ثم بعد ذلك يصلوا لمرمى الخصم، تدرج كروي غير عادي ونهاية رائعة. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. أوتافيو يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. يوسف نصيري، إمكانية مرتدة الآن، قد تكون هذه فرصة. نصيري إلى خارج المرمى، عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. جواو كانسيلو، هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب كرة إلى الأمام، برونو فرنانديز، الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. كريستيانو رونالدو سددها بشكل رائع لكنها لم تدخل المرمى. كريستيانو رونالدو لم ينجح في هز الشباك مع هذه التسديدة، كان عليه أن يركز بشكل أكبر. Substitution in progress. لدينا تغيير جديد هنا، هو لاعب معروف بسرعته ومعروف ايضا بانطلاقاته الخطيره، دخول الان يعني كابوس لكل المدافعين بدون شك. فاتت ومرت وصلت اليه، الله ما اجمل هذه الكره، ملعوبه الى الامام. لا يرغبون في التراجع والدفاع، فقط يهاجمون، يتقدمون، يحاولون ان يصلوا الى هدف التعزيز في هذه المباراه. في المكان الصحيح، رائع جدا في توقع مسار الكرة، وستكون هنا رمية تماس. برناردو سيلفا، أملاح ينجح في هذا التحدي. أناحي، أناحي مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط، ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. المغرب يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. يوسف نصيري يلعبها على اليمين، والتسديد Four.
added minutes has been indicated. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. انصري! متابعة الكرة المرتدة. يلعبها في المرمى. جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يكون لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدالي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين.